ازيكم عاملين؟ يا رب الجميع يكون بخير. ازاي تعلم ابنك قيمة الفلوس؟ عايز اعلم ابني قيمة الفلوس، اول حاجة لازم اديله مصروف بانتظام. يبقى رقم واحد اديله مصروف بانتظام. رقم اتنين اعلمه انه يحوش جزء من مصروفه. يبقى اول حاجة هديله مصروف بانتظام، تاني حاجة هعلمه ان هو يحوش جزء من مصروفه، تالت حاجة اعلمه الرضا والشكر، ان هو لو خد جنيه زي ما خد 10 جنيه، ان هو لما ياخد المصروف بتاعه او ياخد فلوسه او كده يقول لبابا او ماما شكرا. تمام. والمشاركة اعلمه ان هو يقدر لو هو واخوه يشاركوا بعض ويشتروا حاجة مع بعض، دي هتفرق كتير جدا، مصروفه مع مصروف اخوه، ان هما يشاركوا بعض ويشتروا حاجة يستفيدوا بيها هما الاتنين. تمام. كمان لازم اديله مساحة ان هو ياخد بعض القرارات في حياته. يبقى ازاي اعلم ابني قيمة الفلوس؟ اول حاجة هديله مصروف بانتظام، مش لو عايز اعاقبه بلاش اعاقبه بالحرمان من المصروف يعني. تمام. تاني حاجة اعلمه ان هو يحوش جزء من مصروفه. تالت حاجة هعلمه الرضا، ان هو خد 10 جنيه زي ما خد 5 جنيه زي ما خد 2 جنيه ايا كان المصروف اللي بياخده. وعلمه المشاركة، ان هو يحاول يشترك هو واخوه في حاجة ويشتروها مع بعض، او هو لو الفلوس مش مكملة معاه انا كماما او كبابا اكمل له ونشتري الحاجة واحاول استخدمها معاه عشان اوريله ان الحاجة دي احنا اتشاركنا فيها وبستفيد منها. كمان لازم اديله مساحة ان هو ياخد بعض القرارات في حياته، ان هو مثلا عايز يشتري حاجة معينة بمصروفه اسيبه هو اللي يعملها، حتى لو القرارات دي هتضايقني شوية او مش على رغبتي كماما او كبابا، طالما مش هتضره سيبوه ان هو يتصرف ويعملها. تمام. ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، ازاي اعلم ابني قيمة الفلوس. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.